ناخد بالنا ازاي في التربية علشان الأولاد ما يصابوش بالتقلبات المزاجية وغيرها، وممكن فترات المراهقة كمان دي بيبقى فترة ضغط عصبي، فترات الكورونا وفترات الكورونا كلها تحديات، كلها وفترات المراهقة طبعا بتأثر. أهم حاجة أخد بالي وتغيير الفصول، تقلبات الفصول من الشتاء للصيف أعتقد برضو ده حقيقي جدا. أهم حاجة أخد بالي منها مع الولاد إن أنا أخليهم باستمرار مفتخرين بمشاعرهم مش مكسوفين منها. يعني أول حاجة تنشئها في ولادك إنهم يتكلموا عن مشاعرهم عادي من غير مشاعر خزي، من غير ما يحس مشاعره دي حاجة عيب، سواء ولد أو بنت. أي حاجة هو حاسس بيها تحترم، وإني أعلمه إن في فرق ما بين أفعالك وما بين مشاعرك. يعني الحدود بتاعتك هي اللي جواك، فاللي جواك كله يحترم، بس اللي أنت بتعمله أنت مسؤول عنه. فما ينفعش أقول أنا زهقان فأنا هغلس على كل البيت، أنا زهقان فالبيت كله هيمشي على هوايا، ده مش مسموح من الطفولة. أصلا أنا عايز كذا فلازم كلنا نسمع الكلام، اصل اختك دي مزاجيه جدا او اخوكي ده كذا، فاحنا لازم البيت كله يسمع كلامه عشان ما نزعلهوش. ده مش مسموح، ده بيغذي عند الطفل ان هو يعمل ده اكتر. احنا كلنا في مركب واحد، فمحتاجين ناخد وندي مع بعض. ومش كل حاجه انا عايزها هتتنفذ، فمحتاج اعمل ده دايما مع الطفل.